بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. يبدا يا صديقي ان قصه كاس الامم الافريقيه 2025 وموعد كاس الامم الافريقيه في المغرب 2025 هيبقى مسار لجدل كبير جدا الفتره القادمه داخل الكره الافريقيه، لان بعد الكلام والتقارير اللي احنا سمعناها ان كاس الامم الافريقيه هتكون في الصيف بعد كاس العالم للانديه، الكاتب العام للكاف قرر ان هو يطلع لوسائل الاعلام الكينيه يقول لهم والله يا باشا الكلام ده ما حصل ولحد دلوقتي ما عندناش موعد رسمي. يا عم ما عندكش موعد رسمي ازاي؟ قال لك هو ده اللي موجود عندنا، مفيش اي حاجه اسمها موعد رسمي. ولو في اي حاجه اتقالت لكم ان هو موعد رسمي فاعرفوا ان الكلام ده ملوش اي علاقه بالواقع. فيرون اومبا الكاتب العام للاتحاد الافريقي قال وسائل الاعلام الكينيه كما تعلمون سيكون 2025 هو عام النسخه الاولى من كاس العالم للانديه فيفا بمشاركه 32 فريق. نحن بحاجه الى معرفه الموعد الدقيق للنهائي دون ان ننسى انه بعد هذه البطوله سيحتاج اللاعبون الى الراحه. المناقشات لا تزال مستمرة. إذا تم إخباركم بموعد كأس الأمم الأفريقية 2025 فاعلموا أنه ليس رسميا، والكاف لا يعرف حتى الآن متى ستقام المسابقة. كل ما نعرفه هو أن كأس الأمم الأفريقية ستقام في المغرب. يا فرحتي اللي هو كأس الأمم الأفريقية 2025 ستقام في المغرب، والمناقشات ما تزال جارية مع المغرب والفيفا ومع رابطة الأندية الأوروبية. ده آخر تصريحات بتاعت الكاتب العام للكاف. خبر كده هيعدي عليك مش هتقراه ومش هتهتم بيه، ولكن الخبر ده بيثبت لك ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم فيه كمية عك مش طبيعية، ولحد دلوقتي مفيش اي حد فاهم اي حاجة في موضوع معاد كاس الامم الافريقية 2025. تقارير الاعلامية الفرنسية طلعت الاسبوع اللي فات ورحنا معاها ورحنا وراها، ولكن دلوقتي الكلام بيبدا يتغير والموضوع بيبدا يتغير وبدينا نسمع تصريحات جديده وكلام جديد ملوش اي علاقه باللي احنا سمعناه قبل كده. كل الكلام اللي احنا سمعناه قبل كده دلوقتي بيطلع يتم نفيه من فيرون اومبا الكاتب العام للاتحاد الافريقي اللي قال لك ان هو لم يجري بعد تحديد الموعد النهائي الذي ستقام فيه كاس الامم الافريقيه 2025. نتمنى ان هم يوصلوا لموعد يرضي المغرب ويرضي الفيفا ويرضي الكاف، ونخلص من موضوع كاس الامم الافريقيه اللي كل مره نيجي نعملها نلاقي الفيفا مطت وقالت لك معلش اصل احنا عايزين نشوفه مناسب ولا مش مناسب، معلش اصل احنا مش عارف عايزين نعمل ايه، اصل احنا عايزين نسوي ايه، وحافظ الدرجه يطلع يتكلم ويطلع يحلل ويقول لك المغرب عملت والمغرب سوت، ولحد دلوقتي كلنا نطلع فيستك ومحدش فاهم اي حاجه في موعد كاس الامم الافريقيه 2025 لحد دلوقتي. قول لي انت يا صاحبي، هو كل اللي بيحصل ده طبيعي ولا كل اللي بيحصل ده منطقي، ولا الاتحاد الافريقي فيه كميه عبث مش طبيعيه وفيه كميه عك في الملف ده مش طبيعيه وفيه كميه بلبله في الملف ده مش طبيعيه؟ الراجل بيقول لك احنا مش عارفين لحد دلوقتي كاس العالم للانديه هتنتهي امتى اصلا، فصباح الفل اللي هو مش عارفين كاس العالم للانديه هتنتهي امتى ومش عارفين لحد دلوقتي هنبدا امتى بطوله 2025. احنا كلنا نعرفه انها في المغرب بس ده اللي احنا نعرفه. تصريحات بتثبت لك كمية العك اللي موجود في الاتحاد الافريقي، لأن الله مع العك اللي بيحصل ده.